زي ما قلت لحضراتكم تماما، شاهد على معبر رفح هو سلسلة أفلام وثائقية، والحقيقة هي شاهد عيان، هي توثيق لما يحدث. نحن اليوم نتابع، ولكن غدا هناك أجيال تريد أن تعرف ماذا حدث. ده اللي بتقدمه يعني هذه السلسلة اللي معدة بشكل كبير. وخليني أعرف مزيد من التفاصيل من زميلنا شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي والقناة الوثائقية. مساء الخير يا أستاذ شريف. مساء الخير يا أستاذ شفكي، أهلا وسهلا بك وأهلا بكل المشاهدين. كلمني على شاهد على معبر رفح. هو أنا بشوفه شاهد عيان، بشوفه توثيق لأحداث مهمة، يعني توثيق للحظات، توثيق لما يحدث وما يحدث من خلال أهل قطاع غزة. بالضبط زي ما قلتي حضرتك، أهمية التوثيق. إحنا من 7 أكتوبر لغاية دلوقتي حوالي 7 شهور، الإقليم كله مشتعل وصاخب وملقان بفوضى المعلومات. مصالح متضاربة، ناس بتشتغل عليك من اليمين ومن الشمال وبيشوهوا مرويتك المصرية في ظل تحديث معلوماتي وخبري تقريبا كل دقيقة. طيب، حتى يكون في تنظيم وتوثيق ورصد لما تقوم بمصر في هذا الصدد، مصر التي تخدم القضية الفلسطينية فقط من أجل القضية الفلسطينية. صحيح. كان لازم هنا أن قناة الوثائقية كأداة من أدوات القوى الناعمة وكأداة من أدوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن هي تقوم بدورها في هذا الشأن في هذه الفترة المسيسة من عمر الإقليم، بحيث أن يتم تقديم إنتاج وثائقي على أكثر من مستوى، سواء الأفلام الوثائقية بشكلها الكلاسيكي زي مثلا احنا نوهنا عن عرض الفيلم الوثائقي فلسطين ما وراء النكبة، وده هيتم تقديمه يوم 15 مايو القادم ان شاء الله، تقريبا في خلال الاسبوع اللي جاي في مناسبة ذكرى النكبة. كمان عندنا فيلم اخر ابتدينا ننوه عنه النهاردة، هو فيلم ضخم عن معبر رفح، بيرصد تاريخ المعبر وازاي كان شاهد على احداث صاخبه كثيره. تمام. برضو عندنا كانت قطعه وثائقيه عن غزه والمفاوض المصري، ودي كانت قطعه مهمه جدا طبعا لرصد الدور الذي يقوم به المفاوض المصري الذي يمارس السياسه بشرف في زمن نضر فيه هذا الشرف. برضو كان عندنا السلسلة اللي حضرتك نوهتي عليها اللي هي شاهد على معبر رفح، وهي جنب حضرتك في النافذة دلوقتي. شاهد على معبر رفح أهميتها إيه؟ أهميتها على سبيل المثال للحصر، نجد أن مروية الجماعة الإرهابية عن غلق المعبر صح وللطرافة وللكوميديا السوداء متطابقة مع مروية الكيان الصهيوني. مظبوط. ودي ده شيء يعني نادر وكوميدي أسود. طيب الفيصل هنا إيه؟ الفيصل هنا شاهد العيان، وعشان كده تم اختيار العنوان بدقة، شاهد على معبر رفح. صحيح. حضرتك قلتي إيه؟ عشان الأجيال القادمة، يعني هو الحقيقة إن تشويه الحقيقة ما بقاش بينتظر الأجيال القادمة، ده الحقيقة بتشوه في اللحظة الآنية. صحيح. فما بالنا بالأجيال القادمة. صحيح. أستاذة شفكي، الأحداث اللي احنا شفناها بعينينا في العشر سنين اللي فاتت، في أجيال كتيرة بتسمع عنها مروية مختلفة خالص على التوك. صحيح. ما هو ده بيأكد يعني كلام حضرتك ده أستاذ شريف، أكد إنه مصر خلاص بقت وعي، يعني ما يحدث نحن نحاصر الإرهاب طول الوقت، سواء في الشأن المحلي الداخلي، يعني سواء من خلال القوى الناعمة زي أعمال زي الاختيار اللي قدرت تعمل توثيق كمان لما حدث في مصر في السنوات الماضية. أنتوا بتقدموا نفس التوثيق، ولكن أيضا في قضية كبيرة، القضية الفلسطينية هي ملف مهم جدا من
من الملفات المصرية، يعني أجيال تربت على إنه القضية دي هي قضية مهمة، وأعتقد القيادة السياسية يهمها جدا إن القضية دي يعني لا تتعرض للتصفية ولا يتم تهجير الفلسطينيين بشكل قسري فتنتهي القضية. فاللي احنا اللي بتعمله مصر الآن سواء بالقوى الناعمة أو سواء بالوقوف زي القيادة السياسية بالتصريحات وإن هي واقفة طول الوقت، أنا بقيت أحس إن مصر بقت شوكة في 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 رقبة العالم كله، لأن مصر صحية منتبهة لكل السيناريوهات. طيب أنا عايزة برضو أسألك سؤال، يعني شاهد على معبر رفح أنتم اتعرضتم لأهالي طالعين من النكبة نفسها، يعني طالعين من القصف، طالعين من أهالي واستشهاد لأرواح كثيرة، طالعين لأطفال تم تشويههم. أنا شفت عدد كبير من الأطفال دول في العريش، وشفنا كتير من الأهالي والشباب موجودين في مستشفى العريش. إيه اللي طلعتوا منه من هذا التوثيق؟ يعني التوثيق برضو بيبقى في النهاية بيقدر يبرز أشياء قد لا تراها العين أو لا يعرفها الخبر. يعني اللي طلعنا منه حضرتك بدون أدنى مبالغة أن مصر تقنى جائع، هو ده كان المعنى اللي صحيح. مسيطر على الجميع على لسانهم. طبعا طبعا مصر تقنى جائع، ده كان المعنى الرئيس في إحساسهم وفي مشاعرهم وفي كلماتهم. ربنا يزيح الغمة، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله القادم أفضل في هذه القضية. ولولا جهود القيادة السياسية وجهود الإعلام المصري ممثل في الشركة المتحدة، كل الجهود دي ساهمت بشكل رئيس في إفشال مخططات كثيرة كانت تراد لهذه القضية. أكيد نحن نملك سلاح الكلمة، وسلاح الكلمة الحرة ده سلاح مهم جدا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ شريف سعيد، رئيس قناة القناة الوثائقية، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي والقناة الوثائقية. أشكرك شكرا جزيلا.